وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 12 و100 للهجرة الموافقة لسنة 30 و700 ميلادية وقعة الشعب بين الأمير الجنيد المري والترك. كان الجنيد بن عبد الرحمن المري واليا للخليفة هشام بن عبد الملك الأموي على خراسان. وفي هذه السنة أراد الجنيد فتح تخارستان، فوجه إليها القائد عمارة بن حريم في 18,000 فارس، فاهتاج الترك وحاصروا مدينة سمرقند وعليها الوالي سورة بن الحر. فكتب سورة إلى الجنيد طالبا المدد، فعبر الجنيد النهر ونزل مدينة كش، فهجمه خاقان الترك في جمع عظيم، فجرت معركة عنيفة دامية. استطاع الجنيد بعدها فك الحصار عن سمرقند. بعدها لحق الترك إلى بخارى وردهم عنها. وفاة الأمير الجراح الحكمي. دمشقي الأصل والمولد، ولي البصرة للحجاج بن يوسف الثقفي، ثم خراسان وسجستان للخليفة عمر بن عبد العزيز، ثم عزله عمر والله الخليفة يزيد بن عبد الملك إمارة أرمينيا وأذربيجان، فانصرف إليها بجيش كثيف وغزا الخزر وغيرهم، فافتتح حصن بلنجر وحصون أخرى. بعد يزيد أقره الخليفة هشام بن عبد الملك زمنا، قتله الخزر بمعركة بمرج أردبيل. وفي مثل هذا اليوم من سنة 45 و300 للهجرة الموافقة للعام 56 و900 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وذكر حجاج بغداد خبر ثورة رزبهان الديلمي على البويهيين. ثار رزبهان الديلمي في الأهواز ضد الخلافة العباسية، وكان الخليفة هو المطيع بن المقتدر العباسي، وكان البويهيون متغلبين على الدولة العباسية وعليهم السلطان معز الدولة البويهي. فقام معز الدولة بحشد جيش كبير استعان فيه بالجند الأتراك وسار لقتال رزبهان، وبعد عدة مواقع تمكن من أسره فأرسله إلى بغداد حيث تم سجنه، ثم تم تغريقه في نهر دجلة ليلا، لأن الديلم كانوا يعملون على إخراجه من سجنه. بعد هذه الحادثة نال الأتراك حظوة عند معز الدولة البويهي فيما تدنت عنده مكانة الديلم. وذكر حجاج حلب أخبار الحرب بين الأمير سيف الدولة الحمداني والبيزنطيين. في هذه السنة غزا الأمير سيف الدولة الحمداني بلاد الروم وأوغل فيها حتى بلغ مدينة خرشنة قرب ملاطية، وافتتح عدة حصون وغنم الكثير من الغنائم. فقام الروم بتجهيز جيش كبير وأغاروا على ميافا أرقين وأمعنوا فيها القتل والتخريب، ثم أغاروا على طرسوس فقاتلوا الكثير من أهلها وأحرقوا القرى وما حولها. وذكر حجاج بخارى خبر تولي الأمير سلجوق زعامة قبيلة الغز. ظهر زعيم يدعى سلجوق تولى رئاسة قبيلة الغز التركمانية، وكانت القبيلة قد انحدرت من سهول قيرغيزيا في أراضي تركستان واستقرت في ناحية من بخارى واعتنقت الإسلام، ويعتبر سلجوق جد الملوك السلاجقة. وذكر الحجاج خبر الحرب البحرية بين الفاطميين والدولة الأموية في الأندلس. كان الخليفة المعز لدين الله الفاطمي قد أرسل أسطوله البحري فأغار على موانئ الأمويين في المرية بالأندلس وحطم معظم السفن وأحرق بعضها وعاد بغنائم كثيرة. فأمر الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر الأسطول الأندلسي بالتوجه لغزو سواحل تونس بقيادة أمير البحر غالب الناصري، فاقتحم الأسطول موانئ الفاطميين وأوقع بها الخسائر الكبيرة ودمر عددا من السفن الراسية فيها. وفي مثل هذا اليوم صادف بدايات سنة 50 و600 هجرية الموافقة لسنة 52 و200 ميلادية. خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة والخليفة في بغداد المستعصم العباسي، وكانت خريطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. في المشرق كان المغول قد احتلوا كل الدول الإسلامية وابتدأوا في محاصرة العراق،
في بلاد الشام كانت توجد إمارات أيوبية في دمشق وحلب، وفي مصر كانت دولة المماليك البحرية وعليها عز الدين أيبك التركماني. أما في المغرب العربي فكانت دولة بني حفص وعليها المستنصر محمد الأول الحفصي، دولة بني زيان عبد الواد وعليها يغمراسن بن زيان العبد وادي، دولة الموحدين وعليها المرتضى عمر المؤمني، وكانت مملكة غرناطة هي آخر مملكة عربية في الأندلس وعليها الغالب محمد الأول بن يوسف النصري، وكانت دول الطوائف قد تساقطت بيد الإسبان واحدة تلو الأخرى، وابتدأ ذلك بسقوط مدينة طليطلة سنة 478 للهجرة. إمبراطورية الروم البيزنطية. حكم من أسرة فاليو لوجوس عشرة أباطرة، كان أولهم ميخائيل السابع، تلاه أندرونيكوس الثاني، ملك بعده أندرونيكوس الثالث، وحاول القيام ببعض الإصلاحات وحارب كل من الصرب والبلغار، لكن عنصرا جديدا ظهر في ساحة الأحداث كان له أكبر الأثر في تقرير مستقبل الإمبراطورية البيزنطية، وكان هذا العنصر هو العثمانيون. ظهر العثمانيون بقيادة عثمان سنة 698 للهجرة، وبدأوا بالتوسع وقضم أراضي بيزنطة، ثم استولى أورخان على نيقيا ونيقوميديا، وفي عهد يوحنا كانتاكوزين استولى ستيفن دوشان ملك الصرب على عدة مناطق بما فيها مقدونيا، وأعلن نفسه إمبراطورا، فاضطر يوحنا كانتاكوزين إلى الاستعانة بالعثمانيين الذين استطاعوا دحره، واستعرت المشاكل الداخلية فتنحى يوحنا كانتاكوزين، وعاد يوحنا باليولوجوس لكنه كان ضعيفا، في حين تولى العثمانيين السلطان مراد الأول، واستمر توسع العثمانيين فبلغوا مقدونيا واستولوا على سالونيك. وفي عام 791 للهجرة انتصر السلطان العثماني بايزيد على الصرب في معركة كوزوفو، ثم انتصر على البلغار فسيطر على البلقان. في سنة 798 للهجرة قامت حملة صليبية ضد الأتراك بقيادة سيغموند حاكم المجر، لكن بايزيد تمكن من دحرها، فسافر الإمبراطور البيزنطي مانويل لمقابلة ملوك أوروبا وطلب المساعدة ضد العثمانيين. في هذه الفترة كاد بايزيد أن ينجح في الاستيلاء على القسطنطينية، لكن بلغته أنباء اجتياح المغول لأراضي العثمانيين في الشرق فسار لقتالهم، وخسر معركة أنقرة، وتصارع أبناؤه من بعده على السلطة. وفي عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الحادي عشر بدأ السلطان العثماني محمد الفاتح بحصار القسطنطينية، ونشبت معركة سريعة استطاع محمد الفاتح بنتيجتها دخول القسطنطينية واحتلالها، وقتل في المعركة الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر، وبموته انتهت الإمبراطورية البيزنطية، ودخل محمد الفاتح المدينة في احتفال كبير.